ورجعنا لكم تاني مع فقرات مهمة جدا معانا، وكمان معانا تهنئة من أسرة البرنامج وقناة الصحة والجمال للجميلة مريم بمناسبة عيد ميلادها. عايزين نشوف الصورة بتاعت مريم. الصورة هي معانا. كل سنة وانتي طيبة يا مريم وعقبال مليون سنة. خلينا نرجع نكمل حلقتنا اللي فاتت الخاصة بالأحلام والرؤى. طبعا كانت معانا الجميلة مفسرة الأحلام زينب الصديق، لكن هي اعتذرت النهاردة، بس هتكون معانا إن شاء الله في مكالمة، يعني مداخلة دلوقتي معانا، هنتصل بيها وتجاوب على كل الأسئلة والأحلام والرؤى. ألو؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ صباح الخير. بصي انت الحمد لله يا حبيبتي، بصي انت اعتذرتي بس احنا برضو عرفنا نجيبك. شفتي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انت عامله ايه؟ الحمد لله يا زينب، الحمد لله. مفتقدينك. لا مش سامعه، علي صوتك شويه. بقول لك مفتقدينك والله. وانت كمان، وانا كمان مفتقداكي. ماشي يا حبيبتي. في حد بعت لنا بيقول، واحد بيقول بحلم كتير اني بقرأ قرآن على واحد ممسوس سورة الكرسي وهو بيروق بعدها، والحلم بيتكرر كتير، هو مطلق ومعاه بنوتة. تمام يا حبيبي. بصي، اولا بتختلف هل الشخص ده اللي هو اللي بيقرأ عليه معروف ولا لا. يعني لو الشخص ده هو بيعرفه في الحقيقة، ده معناه ان الشخص ده يعني هو بينصحه في حياته، لكن لو بالفعل بيستجيب للعلاج فمعنى كده ان هو بيستجيب لنصايحه في الحقيقة. تمام. تمام. لكن لو هو الشخص ده مجهول، معنى كده ان الانسان ده بيحاول يتحكم في نفسه تجاه الشهوات وبينصح نفسه زي ما بيقولوا، وبيحاول ان هو يهدى. بما انه بيقرأ آية الكرسي، فده معناه ان الانسان ده شوية عنده حسد شديد، فده تمام. معناه ان هو لازم بالفعل يرتقي بالرقية الشرعية. اللي هي تمام. آية يعني الكرسي، يعني يقرأ آية ياخد الكرسي. آية الكرسي مع الرقية الشرعية. ما هي اصلا آية الكرسي من ضمن الرقية الشرعية. تمام تمام. دي تمام اول حاجة، والله اعلم. طبعا اولا واخيرا. ماشي يا حبيبتي. في واحدة تانية بتقول بحلم بكنيسة وانا مسلمة وعلى طول الحلم بيتكرر. بصي، هي رؤية الكنيسة بتختلف من مسلم لمسيحي، وبتختلف على حالة الشخص نفسه. تمام. تمام. يعني مثلا لو شافت الرؤية دي واحدة مسيحية، ده معناها ان هي حد متدين وبيتقرب الى الله عز وجل بالعبادات والجو ده. بتختلف تماما لو هي مسيحية. لا، وهي مسلمة قصدي. تمام. تمام ماشي يا زينب. ازاي بقى؟ لو هي مسلمة ده معناه ان هي لازم تتقرب لله، معنى كده ان هي تايهة دايما بين الحق والباطل. فاهماني؟ تمام مثلا بالذات لو شافت جنبها مسجد او حاجة. ماشي فاهماني؟ فده اوكي معناها لازم تراجع نفسها مع الله سبحانه وتعالى. ماشي. ميرسي يا زينب يا حبيبتي، ليكي. سعيدة جدا بمكالمتك ومداخلتك معانا. هنطلع فاصل ونرجع مع فقرة مهمة جدا كل البنات بتحبها وبتستناها. ورجعنا لكم تاني مع فقرة مهمة جدا كل البنات والسيدات بتستناها، اللي هو ازاي انطق الاوتفيت بتاعي وازاي اخليه يبان ان هو حاجة جديدة ومرموقة. بمناسبة بقى كل الكلام ده، معانا الجميلة مصممة الاكسسوارات ندى شورب. اهلا بيك يا ندى. اهلا بحضرتك. عاملة ايه؟ كويسة الحمد لله. ايه الاخبار؟ ايه الحاجات الجميلة دي؟ ربنا يخليك. عايزاكي بقى تعرفينا على نفسك كده. انا طالبة جامعية، شغلي كهواية، مش ملوش علاقة بالتعليم خالص. تمام. كل انت عندك كام سنة يا ندى؟ 22. جميلة. بس شغالة في المجال بقالي سنتين. تمام. عشان بحب الحاجة. كنت اول شغل اكسسوارز، بدأت اطور لغاية الحمد لله بقيت كده. طيب عرفينا بقى بدأتي امتى؟ من سنتين بالظبط. من سنتين. لكن هواية عندي بقالها كتير، لكن بدأت اشتغل في الموضوع كبزنس من سنتين بالظبط. طيب عايزة اقولك، اول لما بدأتي بقى المشروع كانت ايه اكتر حاجة كنتي بتعمليها؟ الاكسسوارز. الاكسسوارات هو مشروعي الاساسي. بس بدأت اطور من نفسي شوية، جربات، بعدين طرات الخطوع، بعدين التيجان كده، جت واحدة واحدة. طيب هل صناعة الاكسسوارات بتحتاج فلوس كتيرة؟
لا خالص، انا بدأت المشروع ب 500 جنيه بس. بجد؟ اه بس كده؟ بدأ المشروع ب 500 جنيه بس، عشان انا بحبه. كل الفلوس كانت بتجيلي منه كنت ادخله فيه تاني. حبيت ان انا اكبر مشروعي وما اكتفيش بالاكسسوارز. لا تمام. طيب احنا معانا كوليكشن لندى، عايزين نتفرج عليه، يا ريت نعرضه. الله، كلمينا بقى. ده هيربيز عروسة، كله شغل هاند ميد، متطعم بأزير، تمام كله كريستال عصفور. تمام بس الواير اللي أنا بستخدمه واير نحاس مطلي بلاتين. تمام بس طيب خلينا نخش على الصورة اللي بعدها. الله، ده خاتم نحاس، انتي برضو اللي صنعاه؟ او تبع الورش، بنزل ورش في شارع المعز والصالحية الله، حارة الحاجات اليهود. الجميلة دي القديمة. او بتعامل مع ورش كتير هناك، وبختار التصميم اللي انا عايزاه واقدر انفذه. تمام. دي اتجان اطفال، حاولت اللي انا اعملها بشكل مختلف عن موجودة في السوق. دخلت فيها الورق الاخضر ده، وحاولت اللي انا اعملها بسلك رباط مش بشمع بس، علشان تبقى متماسكة اكتر يعني متينة اكتر. لا جميلة. طيب ده ده ايه، انسيال انسيال، ده ولا انسيال ويمشي خلخال برضه. كمان؟ اه طب قولي لنا كده، ده مصنوع من ايه ده؟ فصوص زركون، فصوص زركون و طيب اسكالبس. والخاتم ده؟ دي طقم على بعضه، اسوره بالخاتم، ده بلاتين. حلو قوي. لا ورقيق كمان، سيمبل. اه الله، وبيتكسر ده كله مرمر. كوليه مرمر. اه تمام. مرمر مداخل فيه نحاس. ده ايه ده بقى؟ دي زي ديكور في الشقة، لقد بني هذا البيت بالحب، ادخلوا مسالما واخرج بدعوة جميلة. الله، حبيت اللي انا اعملها انتي فكرة كمان جديدة بتعملي كمان ديكوريشن وكده؟ بالظبط، ده انتي هايلة بقى، بس ما شاء يعني الله. بالطلب. بالطلب. اه تمام. ليه تيجان الاطفال اللي انا حاولت برضو اللي انا اغير من شكلها، يعني عملت اللي هو واحدة واحدة، وعملت اللي هو كله لون واحد، غيرت في اشكالها باشكال متعددة. يعني حلو قوي. لا وحاجات سيمبل. ده كوليه حبيت اللي انا ادخل المرمر مع العقيق مع النحاس، عملت ميكس اداني شكل لا كويس، وكمان شكله حلو قوي. انا بحبه جدا. دوت فيروز فلولي، في كله بلاتين، وممكن يمشي الشتا ده يمشي. صح؟ انا حاسه ان هو شتا كده. يمشي صيف ويمشي شتاء. بس الاكتر شتا. الفيروز، اول فيروز عامه جميل يعني انا احبه. ده كسر فيروز برضو، ده عبارة عن ايه ده برضو؟ كلية؟ كلية 3 ادوار بس، يعني متغير، مش فهماكي. جاي زي طول بعضه، لا اطوال متغير. مختلفه. تمام. دي ميداليات مفاتيح. دي ميدالية، انا افتكرتها حلقة على فكرة. لا هي تمشي حلقة. ميداليات مفاتيح. لا جميلة، تسلم ايديكي. تسلم. دي سلسلة نظارة خرز. تمشي على البحر دي، وانتي رايحة على البحر صيف، تلبسيها صح، هو وتضربي صيف. النظارة والكاب صح. أو حلو قوي. هي سلسلة نظارات جميلة. ده مرمر، حلو جدا. ده تكريمي مع وزير الشباب والرياضة أستاذ الله، أشرف صبحي، كل الشكر ليه يعني. عشان كنت في معرض تراثنا، كنت طبق نازلة تبع أندية فتاوى المرأة تبع وزارة الشباب ما شاء والرياضة. الله. يلا نرجع تاني بقى. طيب خلينا بقى نتكلم على الكوليكشن الجميل اللي هنا ده. طيب ابتدي بإيه؟ انا بصي، عجبني اللي هناك ده. ده لا اللي وراه. ده الهيربيز، ده كله شغل هاند ميد، متطعم بأزير، برضو الواير نحاس مطلي، ومطعنة بقى بأزير لحمة فيه. الله، شكله جميل قوي، حلو يلبس خالص. عروس، ده نفس الفكرة. دي حاجة بقى اللي هي تيجي على جنب كده، حاجة سيمبل كده اللي تمشي في يعني الطوبة مثلا مثلا صح، لو لكن واحدة الحاجات دي بشعرها لكن الحاجات دي عرايس بالظبط. صح. ده أول ما اشتغلت، ده الله، شغلي أول ما اشتغلت في التيجان.
كنت انا اصلا شغلي الاساسي اكسسوارز، اه فدوت الواير النحاس اللي انا بعمل بيه الاكسسوارز، فجت لي الفكره وانا نايمه كده بالصدفه. طب ما دي طب حاجة حلوة. ليه ما تعمليش تاج عروسه؟ اه حابه الفكره اللي انا في يوم من الايام اللي انا اعمل لنفسي انا كتاج عروسه وانا حلوة عارفه. قوي فده كان اول شغل ليكي. لي لي بالواير النحاس، ما حبيتش ان انا الله، اطويه، وده برضو ليك قوي مش بعرضه للبيع، لا انا كنت بتحبيه. بتعلم فيه لا بس بس. جميل قوي، شكله كمان رقيق. ده بقى بعد ما خدت وديت مع نفسي كده وبقيت ايه اعرف شويه. لا بس حلو. بتاخد مثلا قد ايه مثلا مدة وانتي بتصنعي الحاجات دي؟ كل حاجه لها وقت، يعني تيجان هربيز اي حاجه تاخدش اقل من اسبوع. ياه. لكن كتج ورد بوكي ورد الطارة ده كله يعني يوم يومين بالكتير. طب كلمينا على الحاجات اللي هناك دي، انا شايفه حاجات اللي هي الخشب دي الجميله. دي طارات خطوبة بتاعت الدهب، انا حبيتها اللي هو جذع الشجر، حاجة من الطبيعة. طب ليه ما استفادش بيها ولا انا اعمل بقى اشكال تانية جديدة حلوة استفاد بيها؟ بس فشكلتها بكذا طريقة، ممكن اعملها سادة من غير طوق الحنة، احط ورد في جنب وذهب في جنب كده، ليه اشكال متعددة جدا. وممكن هنا بقى نكتب الاسامي، كمان حلو قوي. بنكتب الاسامي والتاريخ، ودي شكل مختلف برضو. دي مرجيحة ونتحط فيها الدبلتين الله، كده. لا حلو قوي. طب خلينا نتكلم على الكوليه اللي عندي ده اللي هو دوت مرمر، مرمر كله، بس انا شايفه ان في نحاس صح. لا ده لا ده ده بلاتين. بلاتين. النحاس تمام بيبقى جولد. تمام طيب واللي بعديه ده؟ دوت عقيق، مدخلة في انواع كتير من العقيق، يعني اشكال متعددة منه في نحاس. تمام. طب كلمينا بقى على اللي انتي لابساه ده. بنتي رقيق خالص وسندل قوي يعني. احنا على كل سنة بنبقى معتمدين على الأحجار الكريمة اللي هو العقيق، كوارترز، مرمر، لولي، الكلام ده كله. لكن السنة دي حبينا ان احنا نغير واعتمدنا اكتر على الجلد. ده جلد ده جلد ده. يعني ده مش يعني مش حاجة لا مثلا. ده خرز جلد بتشتري بقى الحاجات دي منين يا ندى؟ من حارة اليهود ومن حارة الصالحية ومن العتبة ومسكي، أماكن كتير، بس أنا أماكن متعاملة كتير. مع ناس معين. طب برافو عليكي. طيب عايزة بقى أقولك، أنت درستي ولا دي هواية؟ لا هواية، هواية أنا درستي سياحة وفنادق، ملهاش أي علاقة خالص بمجال صح؟ الشغل خالص. طيب خلينا نرجع تاني عن تكريمك من أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية، معرض تراثنا، وحصولك على شهادة تقدير من وزير الشباب والرياضة أستاذ أشرف صبحي، كل الشكر طبعا ليه، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يا ريت نعرضه. رجعنا لكم تاني مع ندى شورب، وهتعرفنا على البوكيهات الجميلة دي والورود. الجربات دلوقتي العرايس بتعتمد دايما على البوكيهات اللي هي
الوان، مش الابيض مبقتش خالص، فكره اللي هو لازم اكون بوكيه ابيض والكلام ده كله خلاص لا. ده بقى قديم ده. خلاص. كمان اللي طالع موضه السنه دي الورد المجفف، الله شكله حلو حبيت قوي. اللي انا اعمله بطريقه مختلفه. دخلت كذا لون برضو مع بعض بحيث برافو ان هو عليكي. يدي شكل شويه. طيب لو انا دلوقتي مثلا عايزه يعني شكل معين تصممه لي؟ تمام، يعني مش لان انا شغلي هاند ميد، مش عامله على حاجه واحده حاجه معينه، لا فهمتك. لا انا لا عادي ممكن اعمل اي حاجه اي حد يطلبها مني. طب الحاجات دي بقى اللي هي التيجان دي. دي تيجان ورد دلوقتي طالع الموضه، اللي هو العروسه تكون لابسه تاج ورد كبير وزمايلها تيجان ورد صغير بتبقى جنبه. فعلا شكلها حلو قوي وجديده كمان. انا بحب ان انا اعمل افكار جديده، وخصوصا الاحمر طالع موضه جدا السنه دي، البس فستان اسود يبقى الطرحه حمراء، ميك اب احمر ايوه صح، برافو عليك. طالع موضه، لا صح، فحبيت برافو اللي انا عليكي. عامله. طيب عايزه كمان اسالك، لو انا بقى داخله بقى في الموضوع ده، يعني انا اتفرجت عليكي دلوقتي وعايزه ابدا بقى مشروعي، تنصحيني بايه؟ لازم اهم حاجه الاول انت تكون حابه المجال، مش عشان خاطر انت شايفه ان حاجه جميله ومربحه والكلام ده لا انا اشتغل فيها، لا اهم حاجه تكوني حابه المجال، وادام حباه هتمشي فيه وهتقدري ان انت تكملي وتكبري مشروعك، مش مجرد ان انت تعملي حاجه وتعرضيها وخلاص. تمام. طيب كلميني على الأسعار كده سريعا. الطرات بتاعت الخطوبه 170 وانت طالعه، حلو جدا. الجربات 250 وانت طالعه، الهربيز والتيجان أسعار يعني في متناول الجميع، بالظبط. الحاجات مش انا اوفر. بعمل انا بعمل في متناول الجميع فعلا، لاني عندي برضو في طبقات وسطى فهماكي. طيب وبكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا النهاردة، واستنونا في الحلقة القادمة إن شاء الله.